عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم الموقف الإخباري من قناة النيل الأزرق. أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمتانة العلاقات السودانية الكينية. جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري السفير الكيني لدى السودان السفير أنجيو موكالا. وأشاد البرهان بمواقف كينيا الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية والدور المحوري لكينيا في القارة الإفريقية في تحقيق السلام والاستقرار، ممتدحا جهود كينيا في التوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان. كما نقل السفير موكالا لرئيس مجلس السيادة تحايا الرئيس الكيني أوهور كينياتا، مؤكدا دعم بلاده للسودان لضمان استقرار الفترة الانتقالية تحقيقا للتحول الديمقراطي في السودان. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بالرقم 22 لسنة 2022 بتكليف 15 وزيرا بالوزارات، وهم السيد عثمان حسين عثمان وزارة شؤون مجلس الوزراء، السفير علي الصادق علي وزارة الخارجية، السيد أبو بكر أبو القاسم عبد الله أبو القاسم وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور، السيد دكتور أبو بكر عمر البشرى أحمد وزارة الزراعة والغابات، السيدة بتول عباس علام عوض وزارة الصناعة، السيدة آمال صالح سعد وزارة التجارة والتموين، السيد محمد عبد الله محمود وزارة الطاقة والنفط، السيد مهندس ضوى البيت عبد الرحمن منصور وزارة الري والموارد المائية، السيد عادل حسن محمد حسين وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، السيدة أحلام مدني مهدي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزارة الصحة، السيدة سعاد الطيب حسن وزارة العمل والإصلاح الإداري، السيد عبد العاطي أحمد عباس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السيد دكتور جرهام عبد القادر وزارة الثقافة والإعلام، السيد أيمن السيد سليم وزارة الشباب والرياضة. صدر تحت توقيع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة في اليوم 17 من جماد الثاني لسنة 1443 هجرية الموافق اليوم 20 من شهر يناير لسنة 2022. أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بواسطة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان موازنة الدولة للعام 2022. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادية الدكتور جبريل إبراهيم في تصريح صحفي إن موازنة هذا العام تعتمد على الإيرادات الذاتية، مبينا أن الموازنة واقعية وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والأسر المتعففة. وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الموازنة ركزت على استقرار سعر الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستدانة من النظام المصرفي. وبشر وزير المالية المواطنين بأن العام 2022 سيكون عاما زاهر، خاصة فيما يتعلق بإيجاد فرص لتوظيف الشباب بجانب توسيع مظلة برنامج سلعتي ليشمل كل الولايات، وأن الموازنة تضمنت زيادات مقدرة في أجور العاملين بالدولة حتى تتماشى مع متطلبات الحياة. ما نضع موازنة غير واقعية، اعتمدنا على مواقع موازنة واقعية بإيرادات واقعية، وبالتالي بصورة أساسية اعتمدنا في الموازنة دي، اجتهدنا في أنه نحسن الوضع المعيشي للمواطن، اجتهدنا مع أنه نوفر حماية كافية، نعمل شبكة حماية اجتماعية للمواطنين، ندعم الخدمات الصحية كلها وعلى رأس التأمين الصحي، ندعم التعليم، ندعم الأسر الضعيفة والمستضعفة والمتعففة، هدف أساسي. أيضا نحن في الموازنة حريصين جدا أننا نضمن استقرار سعر الصرف ونضمن الاستقرار الاقتصادي بصورة عامة. قدمت مكونات الطرق الصوفية والإدارة الأهلية رؤيتها حول حل الأزمة السودانية، وذلك خلال المؤتمر الذي جرت فعالياته بقاعة الصداقة بالخرطوم لدعم الوفاق الوطني. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السلطان هاشم عثمان
إن المبادرة تقوم على جلوس جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني حول مائدة مستديرة ليقرر أهل السودان بأنفسهم في شأن الحكم وإدارة الدولة، وذلك من خلال الاتفاق على وثيقة يتراضى عليها الجميع من أجل وحدة الصف وللخروج الآمن من الأزمة الحالية. اللجنة العليا في الإدارة التنفيذية للإدارة الأهلية والطرق الصوفية وقرروا أن يطرحوا مبادرة الوفاق الوطني لجمع الصف، وبذلك تكونت لجنة عليا وتوزعت هذه اللجنة العليا إلى 4 لجان رئيسية. يأتي المؤتمر في هذه الظروف السياسية المعقدة التي يمر بها البلاد، ويأتي دوركم المتعاظم في هذه المرحلة في تهيئة الجو العام لقيام انتخابات حرة ونزيهة في مرحلة ما بعد الانتقال، وقيام حكومة ديمقراطية منتخبة لإدارة البلاد في المرحلة القادمة. توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بشقيها الصغرى والعظمى في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة. وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز في الصحراء الكبرى ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد. وحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن من المتوقع أن يسود طقسا صافي ومشمس في عدد من مدن شمال السودان وولايات الوسط، فيما تنشط حركة الرياح في ولاية البحر الأحمر والخرطوم وفي عدد من المدن بولايات كردفان ودارفور. أصدر والي الجزيرة المكلف عبد الهادي عبد الله عدلان القرار رقم 2 لسنة 2022 قرارا بافتتاح وتشغيل الميناء البري، وأن يكون التشغيل التجريبي يوم الثلاثاء 25 من يناير من العام 2022، وأن يتم الافتتاح الرسمي لانطلاق الميناء يوم الخميس الموافق 27 من يناير من العام 2022، وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ. نهاية الموقف الإخباري من قناة النيل الأزرق. أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. تحياتي وكل فريق العمل، إلى اللقاء.